اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومره جديده في حلقه جديده من برنامجكم قصه وحكايه. المره دي لقائنا عن موضوع هام جدا، يعتبر محطه من محطات الحياه، وهو فتره ما بين الطفوله والبلوغ، وهي الفتره المعروفه بمرحله المراهقه. وعشان تفاصيلها الكتيرة كان لازم أستضيف أخصائية الصحة النفسية الدكتورة وفاء القاضي. برحب بحضرتك في برنامج قصة وحكاية. أهلا بك يا أميرة، وأهلا بالمشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة كويسة للجميع وكل يستفيد منها إن شاء الله. بداية كده حابة أعرف من حضرتك، سن المراهقة بيبدأ من سن كام عند البنات أو الولاد؟ الأول هنعرف إيه هي المراهقة. المراهقة هي فترة انتقالية ما بين الطفولة، يعني الاعتماد التام على الأب والأم وعلى مثلا في البيت وفي العيلة، والاعتماد برضو على المدرس في المدرسة، ففيها فترة اعتماد تام. والفترة اللي بعد كده اللي هي فترة الرشد، اللي هي الاستقلال التام برضو، يعني يعتبر مرحلة انتقال ما بين الطفولة إلى الرشد. طب اللي بيتقال عليها ان هي مرحلة خطيرة في تربية الأولاد؟ هي طبعا مرحلة فعلا خطيرة، لأن مشاكلها كتير، وعلشان فيها يعتبر بالنسبة يعني المشكلة مش للمراهقين بس، لا كمان للأب والأم، إنهم مبيبقوش فاهمين طبيعة المرحلة، ومش فاهمين المفروض يعملوا إيه معاهم، ولا عارفين التصرف مثلا، بيحاولوا يعني حتى تفسير بالنسبه للتصرف اللي بيعمله الطفل المراهق مش بيبقوا عارفين ده معناه ايه. طبعا برضو بالنسبه للموضوع للمراهقين نفس النظام، هيبقى في عندهم تخبط في كل حاجه. هم فجاه من ان هم معتمدين على بابا وماما في فتره الاعتماد دي، فجاه لا المفروض ان احنا كبرنا جسمانيا، شكلهم كبروا، فالمفروض بقى يبقى في استقلاليه، فبيبدا عندهم صراع. عشان كده الصراع ده سبب كل المشاكل اللي موجوده. عشان كده الفتره دي فتره مهمه وخطيره بالنسبه للمراهق. هي تبدا منين بقى؟ بداية السن ده بداية إما من 10 ل 19 أو من 11 ل 21. بتختلف من البنت للولد، يعتبر يعني البنت بتسبق الولد بسنة تقريبا. فبداية الأعراض بتاعة المراهقة وشكل التغيير الجسماني بيظهر أكتر، يعني بدايته الأول عند البنت من عند الولد. عندنا في الإحصائيات العالمية من كل 6 أفراد واحد مراهق. من كل 6 افراد واحد مراهق، يعني احنا عندنا في كل عيله في مراهق. فطبيعي العدد كبير مش صغير. وزي ما احنا قلنا لما أيوة يعني حضرتك تقصدي تفاوت الاعمار، بيبقى في من كل 6 افراد في منهم ما احنا عندنا مراحل النمو المختلفه. عندك الطفوله، وبعديها المراهقه، وبعديها الرشد، وبعديها الشيخوخه. أيوة. احنا بنتكلم على الفتره بتاعتنا بقى اللي هي تخص البرنامج النهارده، اللي هي المراهقه. حابة أعرف من حضرتك أعراض المراهقة سواء عند البنت أو الولد. طبعا المراهقة بتبدأ بالبلوغ، اللي هو وليه أعراض طبعا وأشكال مختلفة عند البنت أو عند الولد. فمثلا عند البنت بيبدأ طبعا يعني أهم حاجة التغير الجسدي، لأنه كمان النمو فيه سريع وظاهر وواضح. فطبعا بتظهر الأول عند البنت بتغير حجم الثدي، بتغير برضو حتى شكل الجسم، طبعا بيبقوا أطول. إحنا فجأة بنلاقي اللي عندنا بناتنا أو أولادنا أكبر مننا وأطول مننا. وبرضو طبعا اهم مرحله اللي هي فتره الحيض بالنسبه للبنت. بالنسبه للولد تغيره الجسماني، ان بيبقى تحس ان مثلا الكتف بتاعه بقى اعرض شويه. طبعا الطول بيظهر برضو بكبر حجم الاعضاء التناسليه وظهور الشعر. تمام. طيب نفسيه المراهقين تكون عامله ازاي؟ المراهق عارفه اللي هو بيتخض، يعني عارفه بس فجاه لقى نفسه حجمه كبر، لقى نفسه قدامه مسؤوليات، لقى نفسه المفروض شكلا كبير، فعليه حاجات اللي هي المفروض ان هي السن الكبير، وهو نفسه من جواه لا هو مش مستعد ضد ده. خاصه واحنا عندنا مشكله مع في مصر بالذات، ان احنا مش بنعد المراهق للفتره دي. يعني هو بيبقى داخل المرحله مش عارف ايه المفروض اساسا يحصل، ولا عارفه يعني هو بالظبط زي ما انا قلت كده، فجاه لقى كل حاجه متغيره بالنسبه له. فطبعا ده بيأثر على نفسيته. عندنا طبعا التغير الجسماني زي ما قلت لك، يعني ده من ضمن الاشكال بتاعته، وهو نمو سريع، يعني في كل حاجه فيها نمو سريع. بعد كده بقى ايه، تغير برضو التفكير، طبعا بيكبر في تفكيره، حتى حكمه نفسه على الاشياء بيختلف، وخاصه بتنمو عنده الفكر النقدي. يعني بيبقى لو تاخدي بالك المراهق، او يعني طبعا اي ام او اي اب بياخد باله، هيلاقي ان هو طول الوقت بينتقد كل حاجه بينتقدها في المجتمع، بالنسبه لباباه ومامته، بالنسبه للشغل، بالنسبه للمدرسه، دايما في حاله انتقاد. الانتقاد ده بيبقى بناء على تغيرات نفسيه جواه، ان هو عايز يثبت ذاته، ان هو عايز يثبت رجولته، او البنت كذلك ان هي عايزه
تفرض شخصيتها بقى وتظهر ذاتها ولا؟ هو بيبقى علشان حاجتين، التغير النفسي اللي احنا لسه هنتكلم عنه وده اللي يعتبر بيهم حلقتنا النهارده، والتغير برضو الفكري ان هو في نمو في التفكير وفي اسلوب التفكير. هنتكلم بقى على التغير النفسي ده يعني اعراضه ايه. طبعا زي ما قلت لك ان هو حس الفجاه دي عملت له دربكه يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي، فهو مش عارف بقى يعني عنده بالنسبه له مش فاهم ايه الموضوع ده، بيسبب له مشاعر اختلاط في المشاعر، ففجاه مثلا تلاقيه حزين ومكتئب وزعلان، وفجاه تلاقيه فرحان جدا وهو لا عارف لا سبب ده ولا سبب ده. طبعا السبب الاساسي اللي هو تغير الهرمونات، لان يعني احنا عندنا هرمونات النمو بتاثر على التغير النفسي بتاعه. يبقى احنا قلنا يعتبر ثلاث اعراض اساسيه بالنسبه للمراهق في الفتره دي، اللي هي التغير الجسدي اللي هو النمو السريع، التغير الفكري والنمو الفكري، وثالث حاجه اللي هو التغير النفسي. تمام. التغيرات النفسيه في الاصل ايه سبب حدوثها؟ يعني هل ليها سبب في الاساس اصلا عشان تبقى متواجده؟ ليها سبب طبعا. احنا اهم سبب اللي هو التغير الهرموني اللي احنا قلنا عليه، وده طبيعي بطبيعه السن، لان احنا عندنا مراحل النمو ودي مرحله مهمه في النمو وبيحصل لها اعراض زي اي مرحله ثانيه. تاني حاجه بقى طبعا تاثير البيئه اللي حواليه، البيئه اللي هو عايش فيها بتاثر تاثير يعني مميز وواضح في فتره المراهق. الاستعداد النفسي برضو بالنسبه له او الوراثي بياثر فيه. يعني اللي بياثر فيه البيئة المحيطة، سواء كان أسرة سواء كان مدرسة سواء كان أصدقاء أيا كان. أيوة، لأن حتى هتلاقي أعراض المراهقة مختلفة مثلا من بيئة لبيئة، يعني تأثير البيئة بيبقى يعني واضح وصريح في الجزء ده. وفترة المراهقة فعلا يعني لما بنسيطر عليها صح كآباء وأمهات بتساعد إن هي تكون في شخصية الولد أو البنت، صح؟ صح، بيبقى ليها عامل كبير. ايوه، احنا عندنا يعتبر اتجاهين، اتجاه سلبي واتجاه ايجابي بالنسبه لفتره المراهقه. احنا فعلا يعني حتى المدرسه القديمه في علم النفس كانت بتقول ان يعني دي يعتبر مشكله، المراهقه مشكله ومشكله نفسيه. لا، المدرسه الحديثه بتقول لك لا بالعكس، لو احنا استغلينا الفتره دي، لانهم بيبقى عندهم قدرات هائله اصلا جسمانيه وزي ما قلت لك في التفكير، لو احنا استغليناها صح ووجهناها صح، لا احنا هنستفيد وهنطلع فعلا سواء راجل مسؤول وحد يعني فعلا كويس ومفيد للمجتمع، او بالنسبه للانسه يعني انها بعد كده فعلا تعرف تفتح بيت وتربي اولاد. لا يعني مش لازم تكون ازمه مراهقه زي ما احنا طول الوقت بنتكلم عنها ازمه مراهقه. ايوه. طيب حضرتك شايفه المشاكل النفسيه اللي بيمر بيها المراهقين يعني حابين نعرف من حضرتك انواع المشاكل. بس هو المراهقه احنا ممكن نقسمها لثلاث انواع من المراهقه، يا اما مراهقه سويه، ودي نسبتها مش كتير على فكره كمان، خاصه مع التغيرات اللي احنا موجودين فيها، تغيرات المجتمع. مراهقه سويه دي اللي ممكن تعدي من غير اي مشاكل خالص. ودي اساسها التربيه واحنا في الطفوله. لو كنا احنا حطينا اسس كويسة في التربية فهو وعرفناه برضو، طب يعني التهيئة دي حاجة مهمة، ان انا هو داخل على فترة المراهقة عارف كويس ايه اللي هيحصل وعارف الفترة دي ايه اللي فيها، فبالتالي مش هتحصل له اي صراع جواه، فممكن نعدي المرحلة دي بسلام ومبقاش عندنا اي مشاكل. لكن عندنا طبعا في الاتجاه التاني حاجتين، يا اما المراهقة انسحابية، ودي بقى هعمل فيها ايه؟ المراهق بينسحب دايما، تلاقيه في عزلة وفي حزن دايما على طول في البيت، يعني مثلا واخد اوضة ومش بيخرج ولا بيتكلم، ما بيتعاملش مع اهله ولا بيتعامل مع اصحابه، دايما هو في حاله لوحده، يعني هو خلاص خد قرار الانطواء وخلاص يعني خد الاتجاه. يعني هل هو بيكون بطبيعته شخص منطوي ولا ده يعني مرض اكتئاب ولا دي فتره وهتعدي وهيبقى شخص يعني بيندمج في العلاقات الاجتماعيه وكده؟ لا، هي مش لازم يكون هو اصلا شخص منطوي. هو احنا طبعا في ممكن في الشخصيات ده موجود، لكن هو مش لازم يكون كده. هو التغيرات اللي بتحصل في الفتره دي بتعمل جواه صراع، يعني وعلى فكره مش صراع واحد، ده عده صراعات، يبقى نتيجتها بقى ان هو ناخد الاتجاه ده زي ما احنا قلنا انواع المراهقه ثلاثه، خدنا منها الجزء الواحد كويس يعني اللي هو هتعدي كويس، تاني حاجه اللي هي الانسحابيه، تالت حاجه العدوانيه، ودي يعتبر الاخطر. هما طبعا الانسحابيه والعدوانيه هما الاثنين في خطر، لكن العدوانيه تاثيرها اكتر كمان بيبقى على اللي حواليا اكتر من نفسي. العدوانيه دي فيها عنف، فيها طول الوقت طبعا بيبقى احنا كتير بنقول ايه صوت المراهق نفسه عالي، يعني طول النهار زعيق طول النهار، هو ده كده، ده العدوانيه، هو واخد خلاص يعني ايه الاتجاه دوت، في بقى بيبقى ايذاء، في عنف، دايما اضراره بيبقى يعني ظاهره اكتر.
طب حضرتك يعني المشاكل في فترة المراهقة دي بتبقى فترة مؤقتة ولا بتبقى مستمرة بقى وبتفضل تثبت في شخصيته؟ لا طبعا هي فترة فترة مؤقتة نتيجة للتغيرات اللي احنا قلنا عليها. فهو بيحصل عنده ايه بقى؟ صراع ما بين حاجات كتير، صراع مثلا ما بين ان هو محتاج الامان والطمانينه والحب بتاع باباه ومامته، وان هو يبقى يعني معتمد عليهم اعتماد كلي، وفي نفس الوقت عايز يستقل. هو شاف حجمه كبر، شاف امكانياته بقت اكتر، لا انا عايز استقل، انا خلاص بقيت راجل، رغم ان هو من جواه اساسا كاستعدادات لا هو لسه ما وصلش مرحله الرجوله، فما نقدرش نعتمد ان هو وصل ان هو بقى راجل حتى. يعني من ضمن الغلطات اللي ممكن يعملها الاباء انهم يعملوه كراجل، يعني يتطلبوا منه كراجل، هم يعملوه في راجل في المعامله، انهم يحترموه يدوا ثقه بنفسه، لكن مش معنى كده ان هو يطالبوه باي حد تاني كاي حد راجل يعني. يعني يتعامل كطفل حضرتك تقصدي؟ لا ولا لا خالص، انا بقول المتطلبات، انا ما اطلبش منه اكتر من قدراته مهما كان ده في مرحله المراهقه، لسه ما وصلش لمرحله الرجوله. يعني اتعامل معاه بالمسؤوليات اللي هو المفروض يعملها اكتر من ابقى عارف المرحله دي ايه اللي ممكن تديهوله واطالبه على اساسها. لكن ان هو كراجل مستقل وفتره رشد وكده لا، ده هو كل حاجه لسه عنده مش مستقره. يعني الفتره دي احنا قلنا فتره انتقاليه، كل حاجه لسه في متلخبطه لغايه بقى في استقرار في اخر فتره. عنده استقلاليه بمعنى اصح، يعني محتاج توجيه وارشاد بس بطريقه يعني زي ما احنا كده بنقول بالبلدي. لا هو هو فعلا عايز ده، عايز الاستقلاليه وكده. اعامله بقى على اساس ايه؟ ادي له ثقه في نفسه، احترمه، لما يجي مثلا قدام ناس ما ينفعش اعنفه قدام الناس، ما ينفعش الومه، ما ينفعش انتقده، لا الحاجات دي بتفرق معاه. اساس المعامله ان انا اخليه يعتمد على نفسه، اخليه يبقى مستقل، لكن ما طلبوش بان هو ايه زي ما احنا قلنا الراشد، راشد يبقى كل حاجه عنده استقرت فعلا، بيعرف تصرفاته كراشد. ده لسه ما وصلش للمرحله دي. تمام. طيب حضرتك شايفة العوامل المؤثرة على الصحة النفسية للمراهقين؟ أول حاجة معاملة الأب والأم دي هي الأساس في الموضوع لأن هي هما نفسهم كمان بيبقى عندهم لخبطة، يعني اللي هما فجأة لو ابنهم كبر، هما طبعا يعني ايه دايما الأب والأم بيبقى يعني إحساسهم بالطفل وابنهم إنهم عايزينه في حضنهم، فجأة لقوا لا ده حد مختلف عايز يستقل زي ما احنا قلنا. فالتعامل بقى ده لازم يبقى له طريقه، ان هم يعني حتى هم المفروض يعني يبقى في اطلاع وفي معرفه من قبليها ازاي نعامل المراهق، وهيئه برده من قبل كده، يعني من هو في مرحله الطفوله اهيئه للمرحله دي، اعرفه ايه السمات اللي ممكن تحصل، ايه التغيرات اللي ممكن تحصل، ايه اللي ممكن يحصل في المرحله دي عشان يعرف يتعامل، عشان يتقبل كمان التغيرات اللي بتحصل له. في نقطه برده مهمه اللي هي الفراغ. الفراغ عندنا سبب مشاكل نفسيه، يعني يعتبر اهم المشاكل النفسيه سببها الفراغ. فانا المفروض في مرحله الطفوله يعني عنده اي طفل بيبقى عنده موهبه، عنده امكانيات، لازم تستغل صح، لازم انا اخد بالي من الحاجات دي من بدري واوجهها صح. الرياضه طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا. نظام صحي في الاكل، لازم من بدري اعمل نظام صحي اخليه يبقى هو خلاص اتعود عليه، مش هاجي افرضه عليه في فتره المراهقه فيرفضه. لكن انا لو بداته صح من الاول لا هو هيستمر معايا. نفس النظام برضو الرياضه، مش فجاه انا لقيته بقى ايه بدا يتغير، بدا يبقى فيه عند، بدا يبقى فيه رد عليا وكده، لا خلاص يبقى اوجهه ناحيه الرياضه، ما ينفعش، هو مش هيتقبل ده اصلا. لكن انا لو بداته من بدري هو خلاص هو بقت ليه لعبه، بقى ليه صحابه فيها، بقى ليه مكان هو نفسه بيلاقي نفسه فيه، فبالتالي لما يجي في فتره المراهقه على الاقل بتبقى الاعراض اخف. ايوه طيب فتره المراهقه انا بحس ان هي معروفه ومنتشر فيها قوي العلاقات العاطفيه، او مثلا شخص او البنت بتميل لحد معين. حضرتك شايفه الاب والام يقدروا يتصرفوا ازاي في الفتره دي؟ اولا هم يعوضوا الحته دي، هو طبعا في من ضمن التغيرات التغيرات العاطفيه، فهو يسعى ان هو يلاقيها بره. لكن لو احنا لو الاب والام حاولوا هم يعوضوها في البيت، ويبقى بالنسبه لهم هو خلاص اشبع الحته دي بالحب والامان والطمانينه، هو مش هيدور عليها. او حتى لو يعني كانت موجوده تبقى موجوده بالقدر المعقول اللي ما يبقاش فيه مشاكل. فيعني برضو زي ما هو يعتبر الدور الاساسي على الاب والام. تمام. طب حضرتك شايفه ابرز يعني اكتر حاجه في المشاكل النفسيه عند المراهقين ابرزها بتكون اسبابها ايه؟ الاسباب ما هي التغيرات وتغير الهرمونات هو اللي عمل السبب. أيوة. المظاهر بقى بتاعتها اللي احنا ممكن نقدر نتكلم عنها التغيرات المزاجيه مثلا، زي ما قلت لك مره هو حزين وزعلان، مره تانية مبتسم وفرحان. برضو يعني بس بعد كده بقى التغيرات دي بتعمل مشاكل، زي مثلا اضطرابات في الاكل، تلاقيه يا اما بياكل في شره
عصبي وفي الاكل، يا اما عدم يا اما فقدان شهيه. طبعا الاضطرابات المزاجيه زي ما قلت دي برضو بتاثر. الحاجات دي برضو يعني لو لما بتزيد بقى بتدينا مشاكل بقى نفسيه جامده. طيب المشاكل النفسيه في فتره المراهقه، يعني انا حابه اعرف من حضرتك امتى اعرف ان هي خارجه عن السيطره، يعني هي تطورت ان بقت مرض مثلا. طيب هو انا ممكن الاول ايه الامراض اللي ممكن يتعرض لها المراهق في الفتره دي؟ تمام. اكتر حاجه عندنا القلق، هو طبيعي بيبقى قلقان من التغيرات اللي حصلت، فالقلق بقى يعني لما يزيد بقى خلاص هيبقى مرض القلق فعلا استقر عنده. وده نسبته اصلا كمان 4.8 من 10، يعني نسبه كبيره مش قليله. المرحله الثانيه بتيجي الاكتئاب، فممكن برضو مرحلته تقريبا نسبته تقريبا من 2.6 من 10، فدول يعتبر اخطر حاجه موجوده بجانب بقى الاضطرابات المزاجيه اللي اتكلمنا عنها والاضطرابات في الاكل. يعتبر دي اهم حاجه في المرحله دي في الامراض. تمام. دلوقتي حضرتك كنت بتقولي ان الاباء والامهات عليهم ركن اساسي في فتره التعامل مع ابنائهم في مرحله المراهقه. طيب حضرتك شايفه الاسلوب يعني المفروض يتبعوا ايه بالظبط علشان خاطر لو لاحظوا ان اولادهم بيمروا بازمات صحيه نفسيه؟ هو المفروض في طريقه للتعامل، وبرده بعد ما يحصل مثلا مشكله نفسيه احنا بنعمل ايه؟ طريقه التعامل فيك شويه لقلقات كده، لا مثلا للعدوان مثلا او العنف، ما ينفعش اتعامل معاه بعنف، لا ده انا باخده بالسياسه كده زي ما احنا بنقول. في برده لا المقارنه، ما قارنوش بزمايله لان كل واحد ليه طبيعه شخصيه اصلا. ما فيش تهديد. بس احيانا بيبقى الاولاد يعني بيبقوا مصاحبين اصدقائهم، بيبقوا انجح منهم في حاجات، فبالتالي تيجي الام مثلا تقول له انت ليه ما يعني انت شوف صاحبك بيبقى عامل ازاي، ليه ما تبقاش زيه؟ بيبقى في اختلافات في الشخصيه، بس هل المقارنه دي في حد ذاتها غلط؟ طبعا جدا. يعني هو طبيعي، ما احنا بنقول في فروق شخصيه، يعني ما بين فرد وفرد في فروق شخصيه، فليه انا ابص لزميله مثلا هو عنده قريب؟ لان انا كل واحد زي ما فيه الوحش زي ما فيه الحلو. يعني ممكن عندي يكون ابني عنده حاجات طاقات انا مش عارفاها اصلا وامكانيات انا ما اعرفهاش، فبدل ما اركز في زمايله لا اركز فيه هو. ممكن مثلا المقارنه الوحيده المقبوله ان انا اقارنه بنفسه، مثلا انت المره اللي فاتت كنت احسن، المفروض تبقى المره دي احسن، لكن مقارنه بزمايله دي غلط. يعني مثلا لو الابن ذات نفسه بيتكلم عن صاحبه في حاجات معينه صفات معينه في غلط، فالام تفضل تقول له طب انت بتاخد منه الصفه دي ليه؟ طب ما تعمل زيه في كذا، برضو هتبقى واخده اتجاه المقارنه شويه. الاحسن برضو يا اما اقارنه بنفسه يا اما اقارنه بحد كبير. يعني دي ما تنفعش كان انا ابعده عن الصفه اللي هو شايفها في زميله ان هي حاجه هو بيتمناها، يعني ابعده عنها ان هي غلط. ان انا لما اقول له مثلا صفات في زميله كويسه واقول له شوف بيعمل ايه، دي ما تعتبرش هي يعتبر كويسة. يعني هي الصفه نفسها كويسه ان انا اخده ناحيتها، لكن في زميله يبقى انا كده دخلت في مقارنه. طب ما هو زميله هو نفسه هيرد عليا ويقول انا احاول اجيبها له يعني في هو في هو او في حد اكبر مثل اعلى. لكن هو نفسه لما انا هقول له مثلا بص صاحبك بيعمل كذا هيقول لي ايه؟ اول رد طبيعي طب شفتي هو بيعمل غلط ايه؟ فيبقى دخلنا بقى في جزء المقارنه. ايوه. برضو حضرتك سالتي سؤال معلش انا خدنا الكلام وما ردتش عليه، امتى احس ان انا عندي مشكله ومحتاج متخصص نفسي؟ صح كده. امتى؟ بصي هو الاساس لما الحاجه يعني زي ما احنا بنقول الحاجه تزيد عن حدها. امتى؟ طبيعي ان المراهق يبقى عنده حزن، عنده انطواء شويه بحكم المرحله، لكن لما يزيد بقى ويبقى خلاص هو ما فيش تعامل ما بينه وبين الاسره، ولا في تعامل ما بينه وبين اخواته ولا اصحابه، ولا بيخرج طول النهار حابس نفسه في اوضته، لا ده كده ممكن فعلا بيبقى عندنا مشكله. يعني اي حاجه لما تبقى زياده هتبقى فيها مشكله. واهم نقطه بقى مرحله الايذاء، سواء اذي نفسي او اذي الاخرين، لان هو احنا قلنا انواع المراهقه في اللي هي الانسحابيه اللي هي فيها الاكتئاب والحزن، دي اللي احنا قلنا حاجه منها دلوقتي. الناحيه الثانيه العدوانيه بقى، العدوانيه فعلا ممكن يوصل ان هو ياذي نفسه او ياذي الاخرين. ياذي نفسه انه ممكن يعني ساعات نسمع عن مثلا واحد قطع شرايينه وقطع مش عارفه ايه في جسمه، عمل حتى يعني حاجات على جسمه تشوهات، هي دي المشكله بقى، لا احنا ساعتها فعلا محتاجين لمتخصص. طيب ممكن يأذي الاخرين، ساعات مثلا الاقي طبيعي ان مثلا اثنين زمايله يتخانقوا، يعني زمايلي يتخانقوا مع بعض، لكن اللي مش طبيعي ان انا استخدم اله حاده، ان انا اوصل الخناقه مثلا الضرب والعنف اللي ممكن يعمل فعلا ايذاء حاجه في الشخص اللي قدامه،
دي كده انا لا انا كده محتاج فعلا لمتخصص يعني يتدخل. تمام. امتى بينتهي سن المراهقه؟ المفروض ان نهايه المراهقه ما بين 19 لل 21، اخره خالص 22. يعني بعد 22 خلاص بتبقى الحياه استقرت، يعني الشخصيه استقرت وخلاص، يعني كل الاعراض دي هي بس بتاخد مراحل تدريجيه. يعني اخطر فتره مراهقه من 14 ل 17. تمام. دي كل حاجه بتبقى اقوى حاجه فيها. أيه. بعد ال 17 نبدا نقل تدريجيا تدريجيا لغايه ما نوصل 22 ان شاء الله، يبقى كده خلاص الرشد. طيب بما ان حضرتك حضرتي ماجستير في دراسات نفسيه، شايفه ايه هي حلول المشاكل النفسيه عند المراهقين؟ احنا ممكن يعني نحددها في حاجتين، قبل الفتره واثناء الفتره. قبل الفتره لازم اعده تهيئه زي اللي انا اتكلمت عنها من شويه، لازم المراهق يبقى داخل الفتره دي وهو عارف كويس جدا ايه اعراض المرحله، ايه اللي ممكن يعمله فيها، اضرارها ايه، ميزاتها ايه، ارشاد وتوجيه من الاسره في الاسره. لازم تبقى هو على فكره الاب والام نفسهم لازم يهيئوا نفسهم للمرحله دي وكمان يهيئوا الابناء. تمام. ده قبل مرحله المراهقه. في مرحله المراهقه بقى في حاجات كده بسيطه، التشجيع، احساس الحب، الطمانينه، ثقه بالنفس، كل الحاجات دي لما عامل فيها الطفل المراهق يعني لا هتبقى النتيجه هتعدي المرحله الى حد كبير باقل الاضرار. تمام. بشكر حضرتك جدا اخصائيه الصحه النفسيه دكتوره وفاء القاضي، بشكر حضرتك على قبول الاستضافه، وحقيقي حضرتك نورتينا في حلقه النهارده، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنونا في حلقات جديده بحكايه جديده من برنامجكم قصه وحكايه. اعزائي المشاهدين اهلا بكم في فقره جديده، والفقرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مردود اعتماد التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية على المواطن الأسواني. طبعا تم اعتماد المبادرة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية تحت قيادة فارس العمل الميداني دكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشعلة النشاط دكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد بالهيئة والمشرف على فرع الهيئة بالأقصر، وتحت قيادة رجل المهام الصعبة دكتور أشرف حماد رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان. وخير مثال على هذا التطوير مستشفى حورس، والتي شهدت تطورا ونهضة ملموسة تحت قيادة مهندس فن الإدارة دكتور عربي محمد، اللي بيعتبر مثال للقيادة الناجح والذي يجيد فن الإدارة عن رغبة حقيقية نابعة من كوني من عشاق العمل الإداري. طبعا ده كله خلاه ينهض مستشفى حورس نظرا لأنه طبعا ما أخذ الإدارة كفن وكهواية وكموهبة، وقضى أغلب وقته يعني وعمره أفناه في العمل الإداري داخل مستشفيات منها الخاصة والعامة. الى جانب برضو زي ما احنا عارفين النهضه دي لابد ان نشملها نهضه في قطاع التمريض، انه التمريض ده يعتبر هو العمود الفقري لاي مهنه طبيه، ولذلك احنا برضو نناشد ونتمنى من الدكتور الوزير خالد عبد الغفار انه يعتمد الدفعه الاستثنائيه لمدارس التمريض باسوان لانها حتكون داعمه ومكمله لمشروع الناجح والنهضه اللي حصل حاليا في المحافظه. يا ريت نتمنى انه طبعا يصدر قراره باذن الله. فطبعا احنا الى جنب برضه مع موضوع زي في بعض الشركات الخاصه ليها برضه مساهمات زي شركه انجاز. يعني احنا شفنا مثلا تكلمنا عن شركه انجاز دي اللي بتعتمد يعني بتعتمد المستشفيات وبتعتمد الكيانات الصحيه، هنلاقيها بتقدم خدمات يعني مثلا عندنا هنا زي ما منشور انها بتقدم خدمات من افضل الشركات لاداره المستشفيات وتنميه الاستثمارات في الشرق الاوسط، وبتقدم خدماتها الشاملة والمتكاملة سواء للعيادات الخاصة أو للصيدليات أو المراكز الطبية أو المراكز المتخصصة والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، واللي بتقدم مع الاعتماد خطة عمل وبتتابع معك تنفيذها لتحقيق أعلى الإيرادات، متابعة دورية من خبراء إنجاز للتأكد من صناعة اسم تجاري قوي، وبتقدم